فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصاه بالفضيلة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة، يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على غشانا بنوره، يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأصني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويأم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية
إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى المدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سراة سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا
المستلم عند زمزم والمقام للحجر مستلم ملتزم فيه اللزام بمحمد مقتدي ملتزم فيه اللزام بمحمد مقتدي صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد الطول جدبها من النبات حللا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن
يمن بإضلال زمنه وانتهك تلك هانة ورهبة الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه ذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شرفي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام Thank you.
مرحبا مرحبا
محيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه أغفر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية
ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى. أغفر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه.